بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الموضوع الجديد اللي هنتكلم فيه الوايت أند ريد ليجنز. في البداية عايزين نسأل روحنا سؤال مهم، يا ترى هو إيه اللون الطبيعي للأورال ميكوزا وإيه سبب اللون ده؟ طبعا زي ما اتفقنا معاكم إن في قاعدة أساسية هي معرفة النورمال، هي أول طريق تشخيص أي حاجة أبنورمال. فطبعا انت عندك نول لون الاورال ميكوزا بتاعتك بتبقى بيل بينك، واحيانا درجه الفاسكولاريتي لما بتزيد شويه ممكن تديها لون احمر، والثيكنس بتاع الابيثيليوم اللي عليها لو زاد شويه او بقى عليه طبقه معينه خارجيه ممكن يديها اللون الابيض، زي الناس اللي ممكن يبقى في بقايا اكل او حاجه على الايه الاورال ميكوزا بتاعتهم. فالنورمال كالر بتاع الاورال ميكوزا دوت، لانه عندك السوبرفيشال لاير بتبقى ترانسلوسنت فبتمرر اللايت وبيبان لك الاندرلاينج كالر اوف ذا كابيلاري بيد اللي موجود. طيب طبعا الفاكتورز اللي بتكنترول هذا الكالر زي ما اتكلمنا، الثيكنس بتاع الابيثيليوم، درجه ال فاسكولاريتي ودرجة الكريتينيزيشن والكونتنت بتاع الميلانين، واحيانا بعض السيستميك ديزيزز زي مثلا الناس انتوا كلكم عارفين الجونديس ممكن تيجي مع مرض الليفر او اي مشاكل في 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 الليفر تديك شويه يلوش كالوريشن، وساعات يبقى مع الانيميا مثلا في لون بيل. ففي فاكتور زي كده بتحكم لون الاورال ميكوز. طب ايه اللي يخليها تبقى شويه ناحيه الوايت؟ طبعا اذا زاد الثيكنس بتاع الابيثيليوم او بقى في حاجه خارجيه طبقه موجوده عليه او تحت الابيثيليوم زادت درجه الفايبروزس، دي هي الكوزس اللي بتديك التغير ناحيه اللون الابيض. طب وايه اللي يدفع لون الاورال ميكوزا شويه للون الاحمر؟ طبعا لو حصل اتروفي في الابيثيليوم او ثيننج او زادت درجه الانفلاميشن في السب اندرلاينج او في الاندرلاينج ستراكشرز واديتك زياده في الفاسكولاريتي واللون بقى احمر. طيب ايه هي الكلاسيفيكيشن بتاعه الوايت اند ريد ليجنز عشان ابقى بقى عارف اتكلم؟ بنقول ان في البدايه في كلينيكال كلاسيفيكيشن قسمتهم لك الى 3 مين كاتيجوريز. النون كيراتوتيك اللي هو اي لون ابيض ما بقدرش يعني تقدر ان انت تزيله، كان بي رابد اوف زي السودو ممبرين مثلا، معايا اي حاجه نكروتك كده على السيرفس او سودو ممبرين، الاسبرين بيرن ساعات بيعمل ده او الكانديدا برضو بيبقى فيه معاها سودو ممبرين. طب دي اول كاتيجوري. تاني كاتيجوري عندنا اللي هي الكيراتوتيك ليجنز اللي هي بيبقى فيها ليجنز او اللون الابيض كانوت بي رب اوف، ما اقدرش اشيله خلاص، زي اللوكوبليكيا زي الاورال كيراتوزا زي السموكرز كيراتوزس الكانديدا اللوكوبليكيا، كل دي ليجنز مهما عملت فريكشن ما يتشالش معاك اللون ده. وفي بعض الستراكشرز او الظواهر بتبقى نتيجه نورمال فاريشن من حاجه نورمال، ما هواش نتيجه ديزيز ولا حاجه. اشهر حاجه على كده الفوردايس جرانيول، زي ما انت عارف فوردايس جرانيول دي بتبقى سبيشيس جلاند، خلايا دهنيه موجوده في مكان ابنورمال، دي كل القصه لكن ما هياش حاجه مرضيه. نيجي بقى للكلاسيفيكيشن المهمه والاساسيه عندنا اللي هي الايتيولوجيك كلاسيفيكيشن. الايتيولوجيك كلاسيفيكيشن بتقسم لك الوايت ليجنز الى ايتيولوجي زي ما حضرتك شايف قدامك، ابتدي كده بص، دي ديفرنت كوزز، وبالتالي احنا هنمسك سبب سبب ونبتدي نتعامل معاه ونشوف ازاي بيقدر يتسبب في ظهور وايت وريد او وايت اند ريد ليجن، لان بعض الليجنز ممكن تظهر لك لونها ابيض والبعض الاخر احمر والبعض الاخر ميكسد كلر. اول حاجه عندنا الديرماتوزس، هنتكلم هنا على ايه؟ هنتكلم على ثلاث امراض شائعين جدا، اللايكن بلانس لوبس اريثيماتوزس، ودول هناخدهم بالتفصيل، والسورياسيس هناخد بس الاسم بتاعها اللي هي الصدفيه، والاورال مانيفيستيشنز بتاعتها مش هيهمني قوي، شويه كلينيكال فيتشرز بسيطه عشان الامتحان العملي تبقى بس عارف ازاي تعمل لها دياجنوزس لو جالك المريض بالحاله دي. طيب الارثيه مالتي فورم دي ان شاء الله هناخدها في شابتر الالسرز اللي جاي بعد كده.
لما اجي اتكلم على اللايكن بلانس بقول ان هو باي ديفينيشن ده مرض مزمن خلاص، ميوكو كوتينيوس، يعني بيتاثر في السكين وفي الميوكس ميمبرين، كرونيك ميوكو كوتينيوس ديزيز اوتو اميون في النيتشر بتاعته. حلوه كده. الاسباب بتاعته الحقيقه هو ملوش سبب واضح، في بعض حالات بتبقى ايديوباثيك من غير سبب واضح، وفي بعض حالات تانية يقول لحضرتك انه ممكن يكون السبب السايكولوجيكال ستريسز، خصوصا انه في ربط شويه بين اللايكن بلانس وبين بعض المرضى او بيظهر عند بعض المرضى اللي شويه عندهم شويه توترات زياده، عشان كده هو مور كومن في الفيميل وبالذات بوست مونوبوز او في فتره سن الياس دي، مونوبوز والبوست مونوبوز، عشان التوتر والعصبيه والهرمونال ديستربنس اللي بيبقى مأثر معايا كده. واكتر سبب اتاكدوا منه هو الاميون اندكشن، لانه هو تي سيل ميدييتد، لقوا ان التي سيلز السيتوتوكسيك ليها دور اساسي في الباثوجينيسيس بتاعه اللايكن بلانس. طبعا دي البرزنتيشن المختصر اللي انا بشرح لكم منها، وهينزل لكم معاها المحاضرات، محاضره خاصه بمسائل العملي وشرح كل ما يخص العملي، ومحاضره خاصه بشغل النظري وتفاصيل كل الكلام اللي بقوله زي ما احنا متعودين مع بعض. طيب تعالي بقى فهميني الباثوجينيسيس. انت حضرتك بتقولي ان هو تي سيل ميدييتد، والسيتوتوكسيك تي سيلز هي اللي مسؤولة عن هذا المرض. قلنا لحضرتك انه فعلا ده تم اثباته، لانه لقوا انه في تحت الابيثيليوم بيبقى دايما موجود في السوبرفيشال لاير من الـ من الميكو اللي هو السب ميكوزال ستراكشر، موجود تي سيل باند، بتبقى موجوده ومترصصه في باندز وموجوده في المنطقه اللي تحت الابيثيليوم، وهي المسؤوله عن الدامج للخلايا اللي هي الكراتيريوسايتس والبيزل سيلز، وبتبتدي تفرز نقدر نقول تو توكسينز. اول حاجه بتفرز حاجه اسمها بيرفورين، وده من اسمه بيعمل خروم وبورز في السيل وول بتاع الخليه البيزل سيلز او اللي هي التارجت سيل بتاعتها، وبعد كده يبتدي لما الخروم دي تتفتح يبتدي يروح يفرز السم رقم 2 اللي هو اسمه جرانزايم، وهنا بيعمل لك ابوبتوتيك فينومينا وبيخلي خلايا البيزل سيلز تموت، وتبتدي التي سيلز تفرز سيتوكاينز اكتر تاني وتجذب المزيد والمزيد من التي سيلز وتدمر لك طبقه البيزل سيلز اللي موجوده في الابيثيليوم. الاسباب اللي بتخلي الاوتو اميون رياكشن ده يحصل حقيقه مش واضحه، ولكن هو ده اكتر سبب اتكلموا فيه. طب انا كده يا دكتوره هاله انت كده شرحت لنا الباثوجينيسيس، وهنعيدها تاني على فيديو جاي حالا السلايد الجايه ان شاء الله عشان تتاكد معايا من الكلام اللي بقوله. كلينيكال فيتشرز، لو انت باصص في الصوره قدامك احنا هو بيظهر زي ما اتفقنا على السكين وعلى الميوكوس ميمبرين. على السكين بيظهر في شكل بينك فلات توبد بلاكس، معايا كده بلاك اريا هي على السكين وريزد شويه وفلات توبد ولونها بينك، وبيبقى معها ظاهره اتشنج في السكين بلورايتس، يقول لك العيان جلده بيهرشه، وتلاقي ظاهره زي اللي قدامك دي اسمها كوبنر فينومينا. العيان ده هو لما يهرش السكراتشنج لاين بتاعه الهرش يبتدي يظهر فيها البينك لاينز دي، واظن واضح قدامك اهو صوره دراع العيان، هنا دي الخطوط الطويله دي الخطوط اللي هو هرش بيها جلده عشان البرورايتس، معايا؟ وهي بتظهر على الفليكسور سيرفيسز وسيمتريكال على الناحيتين، تمام؟ ده كده اللي بيظهر على السكين. والحقيقه الليجنز بتاعت السكين ما بتقلقناش قوي، لان هي الريسبونس بتاعتها للعلاج بتبقى سهله وبتستجيب، وطبعا العلاج بيبقى مينلي بالكورتيكوستيرويد لانه هو زي ما اتفقنا اوتو اميون ديزيز. ايه الجرينس بان سيندروم ده يا دكتوره هاله؟ ده سيندروم يعني مور ذان وان حاجه مع بعضها، لايكن بلانس وديابيتس ميليتس وهايبرتنشن. لقوا ان في حاله عند المرضى بيبقى فيها الترياد مع بعضه، والحاله دي بتتسمى جرينسبان سيندروم. طيب الفيديو اهوت هنبتدي نتكلم عنه، بس انا هحرك كده معاكم عشان هو perforate the target cell by forming pores, and these pores would allow the granzymes to enter into the cell. Once inside, the granzymes would induce apoptosis or programmed cell death. In lichen planus, some healthy non-infected keratinocytes start presenting antigens on MHC1 molecules, and it's unclear why they do that.
This antigen presentation on MHC1 molecules enables cytotoxic T cells to attack these keratinocytes and kill them. In killing the keratinocytes, these cytotoxic T cells also release cytokines, which recruit more cytotoxic T cells to the scene. That leads to more damage to the keratinocytes, as well as to the surrounding tissue in the basal lamina. That changes the shape of the dermo-epidermal junction. It goes from looking like smooth waves to being more angulated and sawtooth shaped. هو هنا بيقول لك انه الـ 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 زي ما اتفقنا التي سيلز بتيجي تمسك في الريسبتور بتاعها اللي هو الام اتش سي 1 الموجود على الخلايا وبيبقى طالع من بره حاجه معينه او جين معين كده بيطلع مركب معين بيطلع على الكيراتينوسايت من بره فبتيجي التي سيل تمسك في الريسبتور بتاعها وتبتدي تضر لك الخلايا الكيراتينوسايت والبيزل سيل تضرهم ازاي عن طريق افراز احفظ معايا توكسين نمبر 1 اسمه بيرفورين يعمل ايه من اسمه يعمل بيرفوريشن في السيل وول توكسين نمبر 2 اسمه جرانزايم وده القاتل اللي بيسبب ابوبتوزيس والخلايا بتبقى بالظبط كانها بتنتحر قال لك انه ده بيسبب ايه طبعا الموت بتاع الخلايا البيزل سيلز دي بيخلي شكل الجانكشن اللي هي بتاعت الديرمال ابيديرمال جانكشن بدل ما هي كانت سموث زي ما هي في الصوره اللي فوق بقت تحت متعرجه وعامله زي أسنان المنشار يسموها إيه؟ so teeth appearance المنظر ده بيشوفوه على فكرة في الجزء اللي هو اللي هو في الهيستوباثولوجي وبيبتدي in the body. If this were to happen, then a specific cell of the immune system called a cytotoxic T cell would use its receptor to bind to the MHC class 1 molecule, which would cause it to release its payload of perforin and granzymes. Perforin would perforate the target cell by forming pores, and these pores would allow the granzymes to enter into the cell. Once inside, the granzymes would induce apoptosis, or programmed cell death. In lichen planus, some healthy, non-infected keratinocytes start presenting antigens on MHC1 molecules, and it's unclear why they do that. This antigen presentation on MHC1 molecules enables cytotoxic T cells to attack these keratinocytes and kill them. In killing the keratinocytes, these cytotoxic T cells also release cytokines, which recruit more cytotoxic T cells to the scene. That leads to more damage to the keratinocytes, as well as to the surrounding tissue in the basal lamina. That changes the shape of the dermo-epidermal junction. It goes from looking like smooth waves to being more angulated and sawtooth shaped. Also, melanocytes at the stratum basale become damaged, and they release their melanin, causing the skin to become darker or hyperpigmented. Over time, the damage caused by cytotoxic T cells extends beyond the stratum basale and the stratum spinosum and reaches the stratum granulosum. Keratinocytes in the stratum granulosum respond by increasing in both number and size, which causes the stratum granulosum. كده كفاية أنا ده يهمني قوي إن أنتوا تبقوا بس عرفتوا الجزء ده. ده فيما يخص الأورال اللايكن بلانس أز هول عرفنا إن هو مرض من أمراض المناعة وميوكوكوتينس وكرونيك والعيان الحقيقة بيبقى الليجنز بتظهر له سيمتريكال على الناحيتين من جسمه وشفنا الظاهرة اللي هي الكوبنر فينومينا بتاعة الهرش بتاع جسم جلد العيان اللي بيسبب ظهور البينك فلات توب ليجنز على السكن وعرفنا الباثوجينيسيس وعرفنا دور السيتوتوكسيك تي سيلز في افراز البيرفورين والجرانزايم وفي الدستركشن بتاع البيزل سيل لاير وعرفنا انه كمان البيزل سيل لاير بيبقى موجود في الابيثيليوم عموما خلايا الميلانوسايت اللي بتبقى ستيميوليتد وتطلع لك ميلانين زياده وعشان كده احيانا مرض اللايكن بلانس بيبقى معاه بيجمنتد ليجنز ويسموها بيجمنتد لايكن بلانس طيب تعالوا بقى نخش في الاورال كافيتي انا عندي في الاورال كافيتي ثلاث صور اساسيه بيطلعوا لي في الاورال كافيتي بابيولر لايكن بلانس وده زي ما انت شايف قدامك بيبقى شكله بابيولز او ريتيكولر خيوط بيبقى لونها ابيض الخيوط البيضه دي يا دكاتره بتبقى كيراتوتيك كيراتوتيك يعني ما اقدرش اعمل لها ويبنج اوف ما اقدرش اني اجيب شاشه كده اشيلها او العيان يحكها او انت تحكها فتطلع دي بيبقى اسمها كيراتوتيك ودي الحقيقه بتبقى بينلس العيان مش متالم خالص بس شكوه العيان بتبقى من حاجتين اساسيين
يا اما disfigurement لو الليجنز دي طلعت على شفايفه، او roughness لو طلعت له في خده. العيان بيجي بس قلقان من الشكل اللي طلع له ده، يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان في خشونه وفي حاجات بيضه في خدي. انت بتفهمه النيتشر بتاعت الحاله وبتفهمه انه مفيش خطوره. طيب هل في صور تانية؟ في صور تانية اخطر لللايكن بلانس. في حاجه اسمها بولس ايروسيف، وهنا الحقيقه العيان بيبقى عنده سيفير بيرنينج سنسيشن وسيفير بين، لانه هنا زي ما اسمها بيقول لك بولس ايروسيف، يعني بتتكون بوله الوول بتاعتها فيري فراجايل وبتربشر بسرعه وبتسيب لك كرونيك ألسر. كرونيك ألسر فيري بينفول، العيان ما بيبقاش قادر ياكل وبيبقى متالم جدا. طب بس انا يا دكتوره هلا شايف برضو الخيوط البيضه موجوده. بقول لحضرتك الخيوط البيضه موجوده في كل صور الاورال لايكن بلانس، وبيسموها ويكهامز ستريا. اسمها ايه؟ ويكهامز ستريا، الخيوط البيضة اللي عامله زي الخريطه دي. يبقى ده هنا شكوه العيان بسيفير بين وبيرنينج سنسيشن. الصوره الثالثه والاخيره الاتروفيك لايكن بلانس، وهنا بتبقى الشكوى الاساسيه بيرنينج، وهنا بيحصل ايروجن او اتروفيك اتروفي للابيثيليوم، يعني بارشال لوس للطبقه الخارجيه من الابيثيليوم. السيجنيفيكانس بتاعت الثلاث صور دول ايه؟ والاضافه كمان يا دكتوره هلا ان انا عندي سؤال، ان حضرتك قلتي في الاول انه السكن ليجنز ما بتقلقناش، لكن المشكله بتبقى جايه بعدين في الاورال ليجنز. مشكله الاورال ليجنز بسبب رقم 2 ورقم 3 دول، رقم 2 ورقم 3 ليه؟ لان للاسف كون ان العيان يبقى عنده كرونيك اريتيشن وكرونيك ألسريشن بسبب انه المناعه بتاعت جسمه عماله تهاجم الميكوزا، في بعض الحالات بيتحول المرض لمرض مالجننت ويبتدي يحصل سكويمس سيل كارسينوما، وبالتالي تتضح اهميه ان هذا العيان لازم نعمل له بيريوديك بايوبسي. هل البايوبسي هنا انديكيتد للتشخيص بتاع اللايكن بلانس؟ بقول لك لا، البايوبسي دورها الاساسي هو انك تتابع عشان المالجننت ترانسفورميشن. طب هي انا هسالكم سؤال بقى، البيوبسي انديكيتد في اي نوع من انواع اللايكن بلانس؟ المريض اللي جاي لك ببابيولر، ولا اللي جاي لك ببولس ايروسيف، ولا المريض اللي جاي لك بالاتروفيك؟ سمع ناس بتقول البولس ايروسيف والاتروفيك، صح الاثنين دول فقط. يعني انا مش محتاج اخد بيوبسي لو العيان عنده بابيولر، ومش محتاج اعمل تريتمنت اكتر من ري اشورنس، باكد للعيان بس ان الحاله بسيطه وما تقلقش وما فيهاش خطوره. يعني البولس ايروسيف هم اللي محتاجين علاج؟ طبعا العلاج بما انه حاله اوتو اميون بيبقى العلاج بالكورتيكوستيرويد. يبقى اللايكن بلانس بيديني سيمتريكال اورال ليجنز، بتبقى موجوده يمين زي شمال، وفيهم حاله بسيطه وخفيفه بس رافنس عند العيان اللي هي البابيولر، وفي حالتين تانيين مزعجين وبيدوا كرونيك ألسرز، الاتروفيك والبولس ايروسيف، والحالتين دول عشان كده العيان بيحتاج يتعمل له بيريوديك بايوبسي عشان اطمن كل سنه عليه كده ببايوبسي، عشان ممكن يحصل من 6 شهور لسنه تاخد له بايوبسي عشان تطمن انه ما حصلوش مالجنان ترانسفورميشن، لان السكويمس سيل كارسينوما بتبقى في احتماليه انها تصيب بعض المرضى، حوالي 2% من مرضى الاورال لايكن بلان ناس عرضه ان تحصل لهم الحكايه دي، وهم مور ريزيستنت للتريتمنت عن السكين ليجنز. تمام، والخطوط البيضاء ما ننساش اسمها ويكهامز ستراي. طب نعالج اللايكن بلانس ازاي؟ هنعالجه بكورتيكوستيرويد. اول حاجه ابدا دايما بالحاجه الامن، ابدا بالتوبيكال ستيرويد، هو ده الفيرست لاين اوف ديفنس، لانه مور سيف بدل ما تدي العيان حاجه سيستميك. طيب الأأمن ده ممكن يبقى في صورة كريم أو أوينتمنت أو ماوث رينز، عندك الترايامسينلون وفي الكلوبيتازول ماوث رينز برضو، كل الحاجات دي بتستخدم، وساعات يبقى لوزنجز حاجات كده بتتمص توبيكال. طيب وإذا العيان بتصفوا له 4 مرات في اليوم، ودايما بعد الأكل، وأهم مرة بتبقى قبل النوم عشان تفضل فترة طويلة. طيب هو يا دكتوره مش انا لو حطيت كريم هيبتدي السلايفا يشيله؟ بقول لك فعشان كده دايما المراهم بتاعه الاورال لايكن اللي بتستخدم توبيكالي في الاورال كافيتي بيبقى معاها حاجه اسمها اورا بيز، حاجه ثيك كده عامله زي مرهم العين ثيك شويه، عشان تبتدي تبقى زي فيهيكل ويثبت فيها الماده الفعاله وتفضل فتره طويله. وبنطلب من العيان ان هو ينشف الاورال ميكوزا ويبتدي يدهن المرهم بتاع الكورتيكوستيرويد توبيكال ابلكيشن ده في اتجاه واحد عشان يثبت في مكان. طب لو العيان يا دكتوره هلا ما استجابش،
يبقى هتديله سيستميك كورتيكوستيرويد، تبتدي تنقل على حاجة بقى ايه الأكبر. وهنا بنبتدي دايما نأجل استخدامها عشان نتجنب السايد افكتس بتاعتها، عشان هي طبعا لما بتدخل على الجسم ممكن تأثر شوية على وظيفة السوبرا رينال جلاند وتلخبط للعيان الاندوجينس ريزم اوف كورتيزون برودكشن. طب المرضى اللي ما بيستجيبوش للسيستميك بتبتدي تديهم بعد كده الانتراليجينال انجكشن، والحقيقه الانتراليجينال انجكشن اوف كورتيكوستيرويد بيبقى بينفول، عشان كده المرضى دول بنكتب لهم او بنديهم مع الانجكشن بتديهم لوكال اناثيزيا عشان تقلل البين. وانتبه هنا لان ده ممكن ينزل سؤال جيف ا ريزن ليه بندي اللوكال اناثيزيا مع اللايكن بلانس انجكشن. طب مع كل دول بيمشي بارلل معاك الانتي فانجل، واقول لحضرتك هتمشي 3 اسابيع كورتيكوستيرويد ورابع اسبوع هتديله مع الكورتيكوستيرويد الانتي فانجل تريتمنت. ليه؟ لان طبعا الكورتيكوستيرويد سواء توبيكال او سيستميك بتقلل شويه من ممكن تعمل لك اميون سبريشن ويبقى العيان هنا عرضه للفانجل انفكشن، وبالتالي انا محتاج اني احمي العيان منها. فبتديله بعد 3 اسابيع رابع اسبوع بتمشي على الاثنين مع بعض كورتيكوستيرويد وانتي فانجل. واخر حاجه طبعا لان العيان بالذات اللي عنده اتروفيك وعنده بولس ايروسيف لايكن بلانس بيبقى عنده سيفير بين وبيرنينج سنسيشن، فانت محتاج ان انت تعمل له ريليف للبين ده وتمشيه فتره طويله على حاجه كده تعمل له تريحه من البين سيفيريتي اللي عنده. فبتدي له احن حاجه والطف حاجه البنزيدامين هيدروكلورايد اللي هي ماوث ووش، ودي اللي معروفه في الماركت باسم التانتام فيرد. طب ولو حصل ريزيستنس للكورتيكوثيرويد بتلجا لاخر حاجه حاجات ريتينويد عشان تحافظ على الابيثيليوم انتجريتي، وفي سايكلوسبورين ولو انه مش محبب قوي عشان له سايد افكتس كتيره وممكن يعمل بون مارو سبريشن والكوست بتاعه عالي، وساعات بيحصل كمان تشينجز في الابيثيليال سيلز واحيانا ممكن يحصل مالجنان ترانسفورميشن. طيب احنا كده خلصنا كلامنا على اللايكن بلانس. عايزين بقى الفت نظركم لحاجه مهمه شبه اللايكن بلانس، اللي شبهه بيسموه لايكنويد، يعني شبيه اللايكن. شبيه اللايكن ده هتلاقيه هيطلع لك شبهه بالظبط، يعني بابولر او اتروفيك او بولس ايروسيف، ولكن هيطلع يوني لاترال في ناحيه واحده ما هوش في الناحيتين. ودايما هتلاقي العيان اتعرض لحاجه سببته اريتيشن حصلت قبله، استخدم علاج معين، استخدم ماده معينه ادت لظهور هذه الاريتيتنج فاكتور او هذا المسبب. قد يكون توبيكال، من اشهر الحاجات التوبيكال الامالجام فيلينج، وقد يكون سيستميك، ومن اشهر الحاجات السيستميك بعض ادويه السكر والضغط. معايا كده؟ الحقيقه الحاجات دي وجد انها ممكن تسبب القصه دي. وهنا انا ممكن اعرف ان هو لايكنويد رياكشن ازاي، خد هيستوري من العيان هتلاقيه اتعرض لحاجه من دول او عامل مثلا حشوه امالجم، وهتلاقي ان دايما الفاكتور دوت لو انت عملت له ويزدرول هيختفي الليجن، والبايوبسي برضو هتاكد لك لان الهيستوباثولوجي بتاعه هتلاقي فيه نون سبيسيفيك انفلاماتوري رياكشن غير الشكل المميز لللايكن اللي هو فيه سب بازيلار باند من التي سيل باند. وادي صور ونماذج لللايكنويد رياكشن اللي ممكن يتم بسبب توبيكال كوز زي الامالجام فيلينج او حاجه سيستميك. طيب في كمان حاجه ممكن تسبب اللايكنويد رياكشن، حاجه مشهوره اسمها الجرافت فيرسس هوست رياكشن، ودي الحقيقه بتحصل بعد الناس اللي بتنقل اعضاء او بتنقل بون مارو. بنبتدي نديهم ادويه معينه تعمل لهم اميون سبريشن، لكن ساعات المناعه بيبقى لها رد فعل وبتبتدي ترفض هذا الجرافت اللي انت اللي اتنقل للمريض. اكوردنج للاميون رياكشن احنا عندنا يا اما اكيوت اميون رياكشن، وده اللي بيحصل في اول 100 يوم بعد عمليه نقل الاعضاء او بعد عمليه البون مارو ترانسبلانتيشن، ودي الحقيقه ممكن تسبب حاله اسمها توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس. العيان بيبقى اشبه بالمحروق، كل الميكوزا بتاعته بتتدمر، محروق حرق شديد يعني. او يكون الاميون رياكشن اللي رفض الناتج عن رفض الجسم للبون مارو في الكرونيك ستيج، وده بيجي في تاني 100 يوم بعد العمليه بيبقى متاخر شويه، واحد صوره بيكون اللايكنويد رياكشن.
يبقى انا كده عرفت اسباب اللايكينويد رياكشن، يا اما انه ممكن يكون جرافت فيرسس هوست رياكشن، او يكون سببه سيستميك دراج، دينا امثله، او يكون سببه حاجه توبيكال ابلكيشن لامالجام فيلينج مثلا، وعرفنا ازاي نميزه من اللايكين بلانس. طيب نتنقل للمرض اللي بعد كده. انا كده خلصت اللايكين بلانس، مرض سهل وبسيط، وهتلاقوا في البرزنتيشن معاكو كل المعلومات اللي انا قلتها مشروحة بالتفصيل ومعاها صور كتير، وفي كيسز كمان عشان تبتدوا تتمرنوا على الحل بتاع المسائل، واللي عاوز حاجة انا موجودة معاه. اللوبس إريثيماتوزس ده مرض مزمن برضو، بس من امراض الكونكتيف تيشو، وهنا الحقيقة بيبقى له كذا صورة هنركز فيها على الأكيوت فورم أو السيستيميك لوبس إريثيماتوزس، اللي هو شائع أكتر في البنات وشائع أكتر في السن الصغير، بيبقوا مراهقين صغيرين بداية ما البنت بتبتدي يزيد عندها الفيميل سكس هرمون كده. وفي الحالات التانية اللي هي الكرونيك، اللي هي بتبقى ديسكويد لوبس إريثيماتوزس، والحقيقة ساعات المريض بيفضل فترة كتيرة ديسكويد، وإما إنه يخف ويحصل له سبنتيريوس يعني فليرنج كده للحالة، او ان هي تتحول للأسف للسيستيميك فور معايا كده، وهو اوتو اوميون ديزيز، بيبقى فيه انتي نيوكليير انتي بودي موجه تورد خلايا كتيرة جدا. هنذكر في البداية الحالة البسيطة اللي هي الكرونيك الديسكويد. الديسكويد الحقيقة بيبقى فيها سكين ليجنز وأورال ليجنز. السكين ليجنز بتظهر بشكل زي ما انتم شايفين على السكين من بره، وبتبقى حاجات برضو سيمتريكال، وتبتدي تلاقي العيان عنده ليجنز كده السنتر بتاعها اتروفيك شويه، وفي الباوندرز بتاعتها احمر، وشويه كيراتوتيك وتلانجكتاتيك مارجنز معايا كده يا جماعه. السنتر بيبقى اتروفيك والبوردرز احمر اهي، وفي شكل مميز قوي بيظهر على الفيس اسمه الباترفلاي ديستريبيوشن اهو، اليرجيك سكين راش، واخد الشكل ده عامل زي جناحات الفراشه، واخد النزل بريدج في النص، فبيبقى اسمه باترفلاي ديستريبيوشن، مميز جدا للديسكويد لوبس. وايضا هتلاقوا نفس الشكل ده موجود في السيستميك. ده كده الشكل على السكين اهو، المعلومات عشان تقروها معايا، الكلام اللي انا قلته موجود. طيب طب خشي لنا بقى على الاورال كافيتي اهو. الاورال ليجنز يا جماعه بتظهر في حوالي 50% من الحالات. الاورال ليجنز عموما ما هياش ميجور فايندينج في مرض اللوبس، سواء السيستميك او الديسكويد. واذا ظهرت بتظهر شبه اللايكين بلانس، ولكنها ليس ديفايند، ما هياش واضحه قوي كده زي اللايكين بلانس. موجود الكيراتوتيك لاينز برضو اللي هي الويكهامز، بس ما بتبقاش واضحه قوي زي في حاله اللايكين بلانس. والحقيقه خطورتها انه هي ما بتظهر في الليب ليجن بالذات، ممكن تبقى عرضه انه يحصل عند العيان ده مشكلتين. اذا تكررت الليب ليجنز وكانت ريزيستنت للتريتمنت، بعرف ان دي علامه الارم ان العيان ده ممكن يتحول للسيستميك فورم. وفي نفس الوقت الليب ليجنز ممكن تتحول للمالجننت ليجن في حالات معينه. السنتر برضو بيبقى فيه اتروفي، وبعدين فيه كيراتوتيك مارجن وتلانجكتاتيك اوتسايد اهو. ادي الفيت احنا شرحناه، الفيت بتاع الديسكويد، اما انه يحصل له سبونتينوس ريميشن او انه هو يتحول لمالجننت ديزيز. على فكره انا نسيت اقول لك في اللايكن ان الكورس بتاع هذا المرض هو مرض مزمن، العيان بيبتدي لسنوات طويله يعاني من ريميشن واكسربيشن. ريميشن يعني المرض يهدى، واكسربيشن يعني يشد ويبتدي تزيد في السيفيريتي بتاعته، وده الحقيقه طبيعه هذا المرض. الكورس بتاعه بيبقى ريميشن واكسربيشن، وبتبقى الليجنز موجوده في نفس مكانها طول فتره معاناه المريض. طب اعالج ازاي الديسكويد لوبس؟ بيتعالج بتوبيكال ستيرويد، والحالات الريفراكتوري ممكن يستخدم لها الانتي مالاريال او السالفونز. طيب ايه الكلينيكال سيميلاريتي بين اللايكين بلانس والديسكويد؟ اتفقت معاكم ان الاثنين ممكن يكون فيهم اتروفيك او السراتيف ليجنز، وفي كيراتوتيك مارجنز، طبعا هي ليس ويل ديفايند في حاله الديسكويد.
وفي دي الحاجات اللي يتفقوا فيها. طب الاختلافات بينهم، قال لحضرتك لو انت اخدت بايوبسي هتلاقي في تي سيل باند موجوده سبازل رودي بتشخص اللايكن بلانس، لكن هنا بتبقى التي سيلز موجوده بيري فاسكولار، او الانفلاماتوري سيلز موجوده بيري فاسكولار، بتلاقي عامل زي الورده كده روزيت ابيرنس، عشان البلاد فيسلز بتبقى حوالي عامله زي الحلقات كده لما بناخد عينه، بتبقى حواليها موجود الانفلاماتوري سيلز عامله ايه ملفوفه حوالين بلاد فيسل، فاقول لك بيري فاسكولار. وفي نفس الوقت طبعا كمان من ضمن اوجه الشبه بينهم انه الاورال ليجنز احيانا بتحمل الريسك اوف مالجنانت ترانسفورميشن، تمام. واللايكن بلانس في سيمتريكال ديستريبيوشن، الليجنز بتبقى موجوده باي لاترالي، اما في الديسكويد لوبس لا طبعا ده مش موجود. نخش بقى للصوره الاخطر اللي هي سيستميك لوبس اريثيماتوزس، عاوزين نعرف ازاي المريض دوت ممكن يجي لك ودورك ايه معاه، لان الحقيقه يمكن مرض السيستميك لوبس يمكن كل الحالات اللي فاتت انا كدكتور اسنان ممكن اعالجها، لكن مرض الاورال ليجنز يعني، لكن السيستميك لوبس غالبا بيبقى سيستميكالي افكتد، وزي ما بقول لك الاورال ليجنز ما هياش الميجر فايندنج، وبالتالي ايه علاقتي بالعيان ده عاوز اعرف. تعرف يا دكتور انه زيه زي اي عيان، مريض قلب، مريض سكر، مريض ضغط، اي مريض من دول ممكن يجي لك، كذلك مريض السيستميك لوبس ممكن يجي لك عشان تعمل له شغل في اسنانه، عشان تكتب له ادويه. فانا عايز هاو تو مانج ذس بيشنت. اولا سبب الحاله ايه؟ قال لحضرتك ممكن يكون في اوتو انتي بوديز دايركتد توورد كل الستراكشرز والتيشوز اللي عند العيان ومن ضمنها خلايا الدم. جينيتك فاكتورز زي ما انت شايف، لقوا ان هذا المرض اسوشيتد بجينيتك كومبلكسز حاجه اسمها اتش ال اي او هالا دي ار 3 وهالا دي ار 4، احفظوها بهالا عشان ما تنسوش، هالا دي ار 3 وهالا دي ار 4. هرمونال فاكتورز، والحقيقه هنا كان الربط بينها وبين السكس هرمونز، لانه بيحصل له فلا يعني بيزيد او الاتاك بتاعه بيبقى زياده قوي مينلي عند البنات في السن الصغير زي ما قلت لك، وبيبقى متفق مع مرحله المراهقه. وبعض الانفكشنز ممكن تعمل بريسيبيتيشن ليه، بالذات الابشتاين بار فيروس والفاريسيلا زوستر والسيتوميجالو فيروس. الدراجز زي الكلورو الكلور برومازين برضو لانه ممكن يندوس هذا الليجن. طيب الاعراض، ده يا فندم ما بيسيبش العيان، دول يعني حاجات زي ما انت شايف قدامك الكرايتيريا دي، وعشان تبقى دايجنوستيك انت على الاقل اربعه منهم كافيين. طبعا في سكين ايربشنز هنشوف لها صور كتير دلوقتي، اريثيمتس واديمتس ماكيولز، وفي الوبيشيا عيانين بيبقى عندهم صلع بيبقى ممكن لوكالايزد في ارياز معينه باتشي او ديفيوز، وفي رينودز فينومينا ان العيانين دول اول ما بيصحوا من النوم بتبقى في صعوبه في تحريك المفاصل الصغيره بتاعت ايديهم، وبتبقى الاطراف بتاعت صوابعهم اما سيانوز زرقاء او لونها ابيض من كتر ما هو عنده سبازم في الفاسكولاريتي في البلاد فيسلز بتاعت ايديه، دي دايما بتبقى في الايرلي مورنينج. وفي في السكين ألسريشن، وبرده في اورال ألسريشن زي ما اتفقنا، وفي فوتو سنسيتيفيتي للضوء، وفي رينال ديس اوردرز النفرايتس والبروتينوريا بروتينوريا، وفي ماسكولوسكيليتال بولي ارثرايتس عندهم مشاكل والتهابات في المفاصل وبيبقوا حرام كمان مش قادرين يمشوا كويس. ايمونولوجيك ديس اوردر ده عنده بوزيتيف لوبس اريثيماتوزا سيل اللي احنا هنشوفها من ضمن طرق التشخيص بتاعته، والمرضى دول ممكن يحصل لهم سايكوزيس يعني حالات عصبي هياج مش مجرد توتر، لا ده بيبقى هياج شديد جدا بيحصل للمرضى دول لما نتيجة مشاكل عندهم في الأعصاب وتأثر في ال CNS. وطبعا هيماتولوجيكال العيان ده انا كنت قلت لك في سلايد قبل كده عنده اوتو انتي بودي اجينست كل خلايا جسمه ومن ضمنهم خلايا الدم، وبالتالي ادي دورك اهو كدكتور اسنان، عنده انيميا، عنده ليوكوبينيا، انيميا يعني عنده الار بي سيز قليله، ليوكوبينيا يعني الوايت بلاد سيلز قليله، وبالتالي عرضه للانفكشنز ولازم تسيطر على الانفكشنز كويس، وكمان عنده ثرومبوسايتوبينيا يعني نقص البليتلتس، وبالتالي حضرتك لازم تراعي انك لو هتعمل له جراحه ان العيان ده تطمن عدد البليتلتس كام، ولو جراحه ضروري يبقى لازم يتنقل له دم عشان تظبط له البليتلت صفائح الدمويه، الكلام ده في منتهى الاهميه دكاتره المانجمنت للمرضى.
Oral manifestations عندك erythematous patches وزي ما اتفقنا في erosive او ulcerative lesions، وفي عندي petechia او ecchymosis نتيجة ايه؟ نقص البليتلتس، بيحصل نزيف جوه الأنسجة فبتديني بقع حمرة كده وبتبقى ساعات بيل بسبب الأنيميا. زيروستوميا عشان هو عنده الأوتو أنتيبوديز ممكن تهاجم السليفري جلاند وبالتالي يبتدي يحصل له السليفري سكريشن يقل. هنشوف بقى صور كتير، ادي ألسرز اهي موجودة في الأورال كافيتي، وادي شكل السكين، بقول ادي البتر فلاي موجود، وادي الفوتو سنسيتيفيتي، البيشنت مش قادرة تبص في النور، وادي الالوبيشيا. شوفوا رينودز فينومينا تحت اهي، شوفوا عامله، شوفوا بيصحوا من النوم صوابعهم عامله ازاي. ايرلي مورنينج صوابعه متنيه مش قادر يفردها كويس، وتلاقي الاطراف بتاعتها يا اما انها زرقاء او بلانشد قوي عشان هو عنده فازو سبازم، السيركيوليشن في الصوابع ما بتبقاش ماشيه مظبوط. ادي دورنا يا جماعه، دنتال امبليكيشنز، دنتال امبليكيشنز، دورك كدكتور اسنان. شوف يا فندم العيان دوت عرضه ان يحصل له مشاكل في القلب، لان بيبقى عنده فيجيتيشن بادي ماسك في صمامات القلب اسمه ليب مانساك فيجيتيشن بادي، وبالتالي هو عرضه لحاجه اسمها ليب مانساك اندوكاردايتس. لو عملت له شغل في الاسنان او جراحه او كيريتاج او خلعت له او عملت له اندو واي بكتيريا وصلت للدم، بالذات بكتيريا مشهوره قوي اسمها ستريبت فيريدنس، دي ممكن انها تروح مفاصل القلب وتعمل له التهاب في صمامات، سوري، صمامات القلب وتعمل له التهاب ويحصل له اندوكاردايتس، ودي طبعا حاله قاتله يعني. فاحنا عاوزين العيانين دول قبل ما تعمل لهم اي اجراء له علاقه بالسيركيوليشن متوقع ان في بكتيريا توصل الدم، لازم تدي له انتي بايوتيك قبلها. الانتي بايوتيك بقى ابعد عن البنسلين والتتراسايكلين. ليه؟ لان التتراسايكلين ممكن يسبب فوتو سنسيتيفيتي خلاص يزودها عند العيانين دول، والبنسلين ممكن ان هو يسبب انه الليجنز تظهر اكتر على جلدهم وعلى الميكوزا ويبهدل العيان، يعمل له اكستربيشن للمانيفستيشن. ومعاها النون ستيرويد اللي هي المسكنات زي الكتافلام وزي البروفين والبايبروفينيد والحاجات دي. طب ندي لهم ايه؟ ممكن تديهم بارامول او بانادول كمسكن، واي انواع تانية من الانتي بايوتكس مفيش مشكله، ادي له دالاسينسي او ادي له فلاجيل او كلام زي كده. طيب ازاي يعمل له دايجنوزيس؟ عندك اهو الانتي نيوكليير انتي بودي خلاص ده بيظهر عندهم، والتريتمنت طبعا بتكون بسيستميك كورتيكوسيرويد لان هو مالتي سيستم. هنا البدايه بتكون بالسيستميك لان زي ما اتفقنا الاوتو انتي بودي مالتي سيستم، ولازم تحميه برضو بحته الانتي فانجل دراجز عشان اللي هو الاميون سبريشن ممكن يخلي فيه فانجل انفكشن. وطبعا قبل ما تعمل اي جراحه لازم تطمن على خصائص الدم، البليتلتس اخبارها ايه، وتدي انتي بايوتيك عشان الانفكشن. وطبعا الانتي مالاريال دراجز احيانا بتبقى افكتيف عشان الليجنز بتاعت السكين في الحالات المقاومه. السورياسيس اللي هي اخر مرض هناخده في الجزء الاولاني اسمها الصدفيه بالعربي خلاص، وهو سكين بيظهر على السكين شكل سكالي وايت ليجن بيبقى عامل زي السكيلز كده عشان كده سموها صدفيه خلاص، وبيبقى في معاها بوزيتيف كوبنر فينومينا اللي احنا اتكلمنا عنها، مش هعيدها تاني بقى، ارجعوا في حاله اللايكن بلانس واعرفوها. وبيبقى في عند العيان ده اهو ظاهره على الجلد اسمها اوسبيدز ساين، تعالوا كده نشوفها اهي. اوسبيدز ساين يعني ايه؟ يعني السكيلز او القشور دي لما تطلع ويجي العيان يشيلها يبقى في بليدنج بوينت تحتها. فاوسبيدز ساين دي ساين بتتشاف عند مرضى السورياسيس، والحقيقه بتبقى عباره عن البليدنج بوينت اللي بتفولو الريموفال اوف ذا سكيلز من على جلد العيانين. وزي ما انت شايف الباتشز دي او السكيلي باتشز وايت بلاكس دي بتبقى موجوده على السكين في السكالب، وساعات ضوافرهم بتبقى زي ما انت شايف متاثره. طيب اورالي العيان ده ممكن يحصل له ايه؟ ممكن نشوف جيوغرافيك تانج او تشوف وايت بلاكس راف سيرفيس زي ما انت شايف كده. يعني يا دكتوره هاله الجيوغرافيك تانج اللي احنا اخدناه في شابتر التانج ممكن يكون من ضمن اسبابه السورياسيس؟ ايوه، وارجع للمحاضره الاولى هتلاقيني قلت لك ان من ضمن، عشان كده في المره اللي انا قلت لكم فيها اتكلموا عن ازاي التانج ممكن يبقى بيعمل ريفليكشن للسيستميك كونديشن بتاعت العيان، كنت بقول لكم انه من ضمن الحاجات دي حاجات سيستميك زي السورياسيس، ودورك كدكتور اسنان انك تعرف، لانها لو سورياسيس طبعا علاجها بيكون كورتيزون، ولازم تعرف هل في سكن ليجن مع جيوغرافيك تانج او لا. تمام.
طيب في بعض الفيزيكال ايجنتس، ده بقى تاني شابتر في الـ في الـ في الجزء بتاعنا في الوايت اند ريد ليجنز، هنتكلم على مجموعه من الاسباب مختلفه عن اللي فاتت. هنا بقى في فيزيكال ايجنت معايا، في عامل طبيعي يعني حراره، يعني انا حطيت حاجه كيميكال على اسناني اسبرين، واحد بيدخن، ففي سام سورت من الاريتيشن، عوامل طبيعيه عملت اريتيشن، بس ايه؟ على فتره طويله، على فتره طويله معايا كده. طيب هي لو عملت على فترة قصيرة وكان الانسلت بتاعها زيادة هتديك شكل، ولو عملت اريتيشن على فترة طويلة هتديك شكل تاني. لو انا بتعرض يا دكتور لحاجة تعمل اريتيشن للأورال ميكوزا على فترة طويلة، والحاجة دي او الفاكتور ده له انسلت او امباكت، هيديك كيراتوتيك ليجن كانوت بي رابد اوف. زي ايه؟ زي اللي بيدخن بيفضل يشرب سجاير يوم في التاني، اسبوع في التاني، شهر في التاني، سنة في التانية، الاقي الاورال ميكوزا مع الوقت تبتدي تديني سموكرز كيراتوزس، ويبقى البقة الميكوزا عند بعض العيانين زي ما هنشوف في الصور بعد شوية كيراتوتيك لونها مبيض شوية. وزي العيانين اللي عندهم العادة بتاعت الكرونيك رابنج لأسنانهم أو خدودهم، يعضعض في خدوده أو يعضعض في شفايفه، مع الوقت بيبتدي يتكون عنده حاجة زي اللينيا ألبا بكاليس اللي بتشوفوه، واللي ساعات تفتح بق العيان تلاقي الخط دوت ويل ديفايند وواضح، ده كيراتوتيك ليجن، وجه نتيجة ايه؟ كرونيك رابنج. انا عمال بحك في الأورال ميكوزا على فترة طويلة، تمام؟ اعمل له كده ريموفل مش هتلاقيه بيتشال، يبقى ده كرونيك. لكن لو عيان بقى عمل اسبرين، حط جاب اسبريناية اللي هو سلسليك اسيد وراح حاططها على الميكوزا، وساعات العيانين بيعملوا كده لما يكون عنده ابسس او ضرس وجعه ويقول لك ده انا بحطه عشان يكوي الضرس، طبعا غلط، هو بيكوي الميكوزا. وبالتالي انت حطيت حمض على الميكوزا عمل لها نيكروزس، هتظهر في ساعتها على طول وايت ليجن، ولكن هنا بيعتبر نان كيراتوتيك، يعني لما تيجي تشيله بالقطن هيطلع معاك. يبقى تاني انا اكوردنج للفيزيكال ايجنت الديوريشن بتاعته طويله ولا قصيره، والسترينث بتاعته شديده ولا قليله، انا عندي يا اما فيزيك يا اما كيراتوتيك يا اما نان كيراتوتيك وايت ليجن. طب هعرف ازاي ان هي ديو تو فيزيكال ايجنت؟ خد هيستوري واعرف ايه هو الاوفندنج ايجنت، العيان هنا بيتعرض لحاجه معينه، واول ما العيان يتجنب هذه الحاله هتلاقي العيان العرض يختفي، ولو ما اختفاش لازم تاخد بايوبسي عشان تطمن. ادي يا جماعه الكلام اللي انا قلته، ولما تقروه هتلاقي اهو الكيراتوتيك كانوت بي رابد اوف، وهنا بيبقى غالبا معاه لو جريد اريتيشن وفور لونج تايم، وادي امثله. والنان كيراتوتيك بيبقى فيه سودو ممبرين وكان بيرابد اوف، وهنا بيبقى غالبا ديو تو هاي جريد اريتيشن وليميتد ديوريشن. طب تعالي الاول يا دكتوره هلا استعرضي معانا الكيراتوتيك ليجن كانوت بيرابد اوف، واهو ده منظر لواحد اهو بيعمل بيعضعض على خده، ففي عندك اللينيا البا بكاليس، وفي عيان الصوره الثانيه بيغسل سنانه بفرشه وبيعمل بيحك في اللثه بتاعته معايا كده. طبعا هنا العيان لازم ان انت تعالجه ازاي، مش هياخد حاجة غير انه هتقوله ستوب الهابت ديت، وعلى طول هيحصل تختفي الحالة. سموكرز كيراتوزس هتلاقيها بتظهر لك مع السيجارة، خلاص، ومع السيجار ومع البايب سموكينج، وفي حالة تانية اسمها ريفيرس سموكينج هابت للأسف الناس اللي بتقلب السيجارة. وهنا انا بيظهر لي مع التدخين يا جماعه كذا صوره في الاورال كافيتي، صوره منهم قدامك اسمها ستوماتايتس نيكوتينا، بيحصل فيها انه السليفري جلاندز اللي موجوده في الهارد بالت بتبتدي الداكتس بتاعتها تبقى انفليمد ويبقى لونها احمر، والباوندرز بتاعت الجلاند ديت مع لون البالت بيبقى لونها ابيض عشان الكيراتوزس، فبتبقى كانها انفليمد، كان السنتر بتاع الداكت ده انفليمد، بتديك حاجات بيضة والنقط حمراء في النص اسمها استوماتايتس نيكوتينا، ودي ظاهرة موجودة في البالت. طب ممكن اشوف ايه تاني؟ ممكن تشوف سموكرز كيراتوزس اماكن بيضة كده، خلاص. هنا طبعا العيان كل ما زاد عدد السجاير وكل ما زاد الوقت اللي هو بيتعرض فيه للتدخين كل ما العلامات دي هتزيد، وطبعا الهابت دي فيري خط فيري اجريسيف او فيري دينجرس مع العيان اللي بيعمل ريفيرس سموكينج هابت، لان السموكرز كيراتوزيس هنا هتبقى الريفيرسيبل، وهنا ممكن العيان يتعرض لسرطانات. من ضمن الفاكتورز الاخرى السموكرز باتش، العيان لما بيدخن ويفضل مخلي السيجاره للاخر وتلاقي السيجاره لسعت شفايفه،
دي اسمها سموكرز باتش، يبقى دي الاورال فايندنجز اللي بنشوفها في بق السموكر. طيب وات اباوت العيانين اللي مش بيدخنوا بس بيمسكوا التوباكو يمصوه، اما ان هم يمصوه كده ورق او يمصوه بعد ما يطحن، فيبقى اسمه ايه؟ سموكلس توباكو كيراتوزس. سموكلس توباكو يعني من غير تدخين، بيمصوه ساكينج. الحقيقه دي حاله اخطر من الاولى، وبتسيب لك برضو سموكرز كيراتوزس، وبتبقى لها راف سيرفيس، وساعات بتديك فيروكس ليكوبليكيا، وعلى التوب بتاعتها بتيجي فيروكس كارسينوما، وكمان اذا كانت جنب السنان بتبتدي الكيميكال انجريدينتس اللي طالعه من التوباكو تعمل دامج للبريدونشيوم زي ما انت شايف كده في الصوره قدامك. الاكتينيك كيراتوزس دي عند الناس اللي بيتعرضوا للشمس باستمرار. طبعا لو الناس دي دارك سكين دي الميلانين بيحميهم شويه من ضوء الشمس، لكن المشكله الناس اللي لونهم ابيض قوي، يعني ما عندهم نقص في الميلانين او ما عندهمش خالص، بيبتدي يحصل لهم مشاكل في السكين وفي الفيلمينيون بوردر. السكين بتاع العيان بيبتدي يحصل له اتروفي شرينكج، وتبتدي تلاقي فيه في بعض الاحيان رينكلز وشايني سكين، يبتدي اهو شوفوا وفي بقع كده عليه، وساعات يبتدي يحصل ألسرز تاخد وقت في العلاج، ودي تبقى بيزل سيل كارسينوما، تتحول لبيزل سيل كارسينوما. طيب والفيرميليون بوردر برضو بيحصل فيها أتروفي وبتظهر فيها ألسرز، والحقيقة الحاجات دي بتبقى بري كانسرس، والحقيقة لو ما لازم تستأصل، وإذا ما تعالجتش بيبقى العيان طبعا ممكن يحصل إنها تتحول لماليجنانت كونديشن أهو. فالاكتينيك سولار كيراتوزس دي خطيره جدا، عشان كده بينصح دايما ما تتعرضوش للشمس يا جماعه، بالذات الناس الوايت سكيند، ولازم يستخدموا توبيكال ابلكيشن للبابا كسال سكرين، ويستخدموا كمان سان بلوكر في زنك اوكسايد عشان يحموا الجلد بتاعهم من الليجنز اللي بتظهر. وطبعا اذا انت استخدمت ده كله وطلعت الليجنز ديت والعيان افويد السان اكسبوجر وستيل الالسر ما حصلهاش هيلينج، لازم تعمل بايوبسي لان ممكن يكون حصل تحول سرطاني. الجلاس بلور كيراتوزس دي الحقيقه بس ظاهره انا بحكيها لك، هي اختفت دلوقتي. كان زمان يا جماعه الازاز بيتصنع بان الناس تقعد تنفق فيه وهو سايل، فطبعا كانت الاورال ميكوزا بتتعرض لدرجات حراره عاليه جدا لان الازاز السايح ده بيبقى سخن جدا، وبالتالي العيانين دول الليجن ده كان ريفيرسيبل، والعيانين دول اول ما بيبطلوا الهابت بتبتدي الكيراتوزس اللي عندهم تختفي. تاني بكرر معايا الكيراتوتيك ليجن لا تختفي ابدا بالرابينج، اما النون كيراتوتيك هي اللي بتختفي بالرابينج. سيفيليتيك كيراتوزس عند مرضى السيفيلس بيمر الطنج بالمراحل اللي قدامك، طبعا السبايروكيتس اللي مسببه للسيفيلس بتبتدي تدخل جوه البلاد فيسلز، فالطنج بما ان في بلاد فيسلز كتيره بتتزنق فيه وتتزحم وتعمل له تصن تسد البلاد فيسلز، تعمل حاجه اسمها اندر ارترايتس اوبليترنس، فيبتدي الطنج يحصل له اتروفي للابيثيليوم من عليه، الكوتنج بتاعه بيتشال ويبقى بولد كده. طبعا الاتروفيك طنج ده العيان بيشتكي من سيفير بيرنينج سنسيشن، وكانت من اشهر الاسباب اللي بتؤدي الى كانسر على الدورسم اوف ذا طنج. لو انا جيت اقول لك ايه هو اشهر مكان بيطلع فيه كانسر في الاورال كافيتي، هو عندك دايما البيزو لاترال بوردر من الطنج، البيزو لاترال بوردر، اما الدورسم ما كانش كومن انه يحصل عليه فيما عدا حاله السيفيليتيك كيراتوزس كانت بتؤدي الحقيقه لهذه الحاله. طيب وده الشرح بتاعها اهو اهو. ادي الاوبريتيف اند ارترايتس، وادي السيجنيفيكانس بتاعت السيفيليتيك كيراتوزس تعتبر بري كانسرس. ايرور سلايد هتلاقوني قلت لكم كل حاجه. يبقى تاني في النهايه انا عندي الريفرسبل اورال كيراتوتيك ليجن وفي الريفرسبل. ادي الريفرسبل يا جماعه قلناهم في وقتهم، وادي الريفرسبل، وبالتالي الريفرسبل دول كلهم هم الاخطر. طب ايه بقى النان كيراتوتيك؟ انت قلتي لي كيراتوتيك ديو تو فيزيكال ايجنت. النان كيراتوتيك انا كلمتك على الاسبرين بيرد، سهل قوي وعرفنا سببه، وعرفنا انه ده هيتشال بسودو ممبرين وهيسيب تحته منطقه بتحرق شويه، العيان ده هيتوصف له تانتم فيرد وممكن انالجيسك لو محتاج، وبيختفي بسرعه لانه بيبقى ايروجن.
وفي عيان تاني زي مريض الرينال فيلير اللي بيبتدي يزيد اليوريا في الصلايفة بتاعته، وبتبتدي البكتيريا اللي في الصلايفة تشتغل على اليوريا وتفرز انزيم اسمه رياز يحول لك اليوريا الى امونيا، تدي ريحة سيئة جدا للاورال كافيتي بتاعت بق مريض الرينال فيلير، وفي نفس الوقت تعمل اريتيشن للتانج فتعمل لك كيميكال بيرن زي ما انت شايف. فادي اول امثله في الكيميكال بيرن، وهي بتبقى ريفيرسبل على فكره. اليوريميك استوماتايتس دي اللي بتحصل عند مرضى الرينال فيلير، لان اول ما المريض بيعمل رينال داياليسيس بتختفي اهو. الكلام اللي انا قلته موجود، وادي الايكويشن اللي قلت لكم عليها اللي بتحصل في بق مريض الرينال فيلير. طيب نوع تاني، طبعا العيان بقى اللي بيحصل له الكتريكال بيرن، طفل مسك سلك كهرباء، طبعا بتحصل بتعمل سيفير نيكروزس، وللاسف يعني اذا الطفل نجا منها الهيلينج بتاعه بيبقى صعب جدا، وبيحصل طبعا ساعات ليميتيشن للماوث اوبننج، وبيحصل هيلينج باي سكار فورميشن. وفي الثيرمال بيرن، انا بشرب شوربه واتلسعت، او باكل بيتزا سخنه بشرب شاي، تلاقي حضرتك حصل ديسكواميشن كده ساعات للسوبرفيشال لير من الابيثيليوم، وتلاقي لسانك بيحرقك يومين ثلاثه وبتختفي. فدي امثله برضو للفيزيكال ايجنتس. اخر حاجه عندك الراديشن ميكوسايتس اللي هي بيتعرض لها مريض اللي بياخد راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي. الحقيقه الراديو ثيرابي دايما بيضر الابيثيليوم من خلال دايركتلي، لانه هو بي 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 بيتوجه على الابيثيليال سيلز، والكيموثيرابي بيضر برضو الابيثيليوم بس من خلال السيركوليشن، لان هو بيوصل من خلال السيركوليشن للابيثيليال سيلز. بيحصل ايه بقى سواء بالراديشن او بالكيموثيرابي؟ بيحصل تاثير على البون مارو، يعمل سبريشن، وبالتالي بتبتدي يحصل الخلايا الوايت بلاد سيلز تقل في العدد مع اللي بيقله، ويبقى العيان الانفكشن ريت بتاعه عالي. وفي نفس الوقت بتاثر على الابيثيليال سيلز، بتقلل الميتوتيك ديفيجن، وبالتالي العيان دوت بيحصل له اتروفي في الابيثيليوم، وما يبقاش قادر يعوض الابيثيليوم، مش قادر ان هو يحصل يعمل ري ابيثيلايزيشن سريع تاني بسبب ان هو الميتوتيك ديفيجن بتاعه افكتد. وبالتالي من السيفيريتي بتاعه الراديشن ميكوسايتس، العيان بيشتكي طبعا من لوس اوف تيست سنسيشن في البدايه، بعد كده يبتدي يشتكي من بيرنينج سنسيشن، وبعدين السيفير السريشن دوت اللي بيديك ريجولار وايد السرز بيبقى فيري بينفول. فالعيان بيبقى طبعا مش قادر ياكل ولا يشرب ولا يقوم بوظايفه المظبوط. وطبعا بعض اطباء الانكولوجي بيبتدوا يوقفوا الكورس بتاع الكيموثيرابي والراديوثيرابي، لان ساعات الاورال ميكوسايتس يا جماعه بتمسك الجي اي تي بالكامل، والعيان بيبقى عنده الالسرز دي في كل الجي اي تي لحد طبعا ما يقدروا يعالجوها. طبعا احنا بندي حاجات انتي فانجل بتقلل كتير، لانه المشكله طبعا انه الابيثيليوم بعد ما بيحصل له دينيوديشن الفانجل انفكشن والبكتيريا بتبقى سهله قوي انها تخترق الكونكتيف تيشو، لان البارير ابيثيليوم ما بقاش موجود. فلازم بتدي العيان انتي فانجل، بتدي له انتيسيبتيك ماوث ووش. والحقيقه في حاجات بقى زي التانتم فيرد بتقلل كتير من البيرنينج سنسيشن، وكمان استخدام الليزر يا جماعه، الليزر له دور حلو قوي في الشغل في الـ في الـ في الهيلينج وتعويض الوظائف بتاعه التست سنسيشن والريكفري بتاعه التست بادز والسليفري جلاند فانكشن، ان كمان بيحصل لهم زيرو ستوميا. الليزر الحقيقه سوفت ليزر له دور حلو قوي في البايو ستيميليشن والهيلينج بتاع الحاله دي. طبعا بعد ما العيان بيخف بيستأنف الكورس بتاعه تاني. هوبينج ان انتوا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمحاضره النهارده، وما كنتش طولت عليكم، ذاكروا كويس وكده. ان شاء الله فاضل لنا الجزء الثاني منها هينزل لكم الاسبوع الجاي. المحاضرات ان شاء الله هتنزل لكم على طول النهارده عشان تبتدوا تذاكروا، وادي الفيديو بتاع الشرح. سلام عليكم يا جماعه.